توفيق السيد الغباشي، فتاة تعشق التحديات، تمتلك عزيمة من حديد، تسعى دائما لتحقيق النجاح في كافة الأندية التي لعبت تحت شعارها. من مواليد 8 نوفمبر عام 1996، بدأت مسيرتها مع الكرة الطائرة بأحد مراكز الشباب بمدينة الإسكندرية، قبل أن تنتقل لنادي دلفي، ثم تلتحق بنادي الإنتاج الحربي قبل أن تتألق في صفوفه لترحل لنادي سبورتينج، ومنه انتقلت لنادي وادي دجلة، وصالت وجالت نجمتنا اليوم في صفوفه، قادت الفريق لحصد وصافة بطولة كأس مصر، قبل أن يتخذ مسؤول الفريق الدجلاوي قرارا بتسريح الفريق لترحل دعاء الغباشي لنادي الشمس. حققت معه العديد من النجاحات، وأخيرا انتقلت لصفوف الأهلي بعد توصية من كابتن حمد الصافي المدير الفني للفريق. دعاء الغباشي احترفت الكرة الطائرة بمختلف أنواعها، سواء داخل الصالات أو الكرة الطائرة الشاطئية، كانت حديث العالم في الأولمبياد الماضية والتي أقيم بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بعدما خاضت المنافسة بمايو مخصص للمحجبات تم اعتماده من قبل الأولي بعد تدخل الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي. تحدثت عنه كبريات المجلات والصحف العالمية حول أنها أثارت دهشة المشاهدين حول العالم بخوضها رفقة منافستها للقطات التي تجمع الحضارات والثقافات العربية والغربية. تأمل دعاء الغباشي في حصد العديد من الجوائز الفردية والبطولات العربية والقارية رفقة النادي الأهلي، بعدما انضمت لصفوف القلعة الحمراء مطلع الصيف الحالي، وسط تنبؤات للعديد من المتابعين للعبة بأنها ستكون خير داعم لفتيات الذهب حتى يحافظن على اعتلاء منصات التتويج على الصعيد المحلي والقاري. اهلا بيكم بعد ما شفنا تقرير عن نجمتنا الكبيره اللي مشرفانا النهارده واول ظهور ليها في قناه الاهلي بعد انضمامها لفريق النادي الاهلي، كابتن دعاء الغباشي، نجمه مصر في الكره الشاطئيه ونجمه مصر في ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي باذن الله. كابتن دعاء منورانا ومشرفانا. ده نور حضرتك. يعني فعلا مبسوط انك تكوني معايا النهارده واول لقاء ليكي على قناه الاهلي، بس بداياتك في كره الطايره، اشمعنى اخترتي كره الطايره؟ والله بابايا كان بيلعب في مركز الشباب اللي انا اتعلمت فيه، مركز شباب يبان، فهو كان بيروح يلعب كوره وانا كنت لسه صغيره، كنت دايما بشبط ان انا اروح معاه النادي يعني كنت صغيره، فكان بياخدني معاه، فكنت وانا صغيره كنت طويله شويه بالنسبه لسني، فمدرب كابتن عصام زهران مدرب الكره الطايره هو اللي شافني بقى، فقال له يعني ما دام هي كده كده بتيجي ما تخليهاش تيجي تقعد تتفرج عليك في الكوره، يعني خليها تتمرن. ومن وقتها بابا بيوديني اتمرن طايره، والحمد لله بعد يعني بعد فتره مش كتير خالص، يعني انا اتعلمت فولي من وانا عندي 6 سنين، من وانا عندي 7 سنين بدات اروح انديه. من 7 سنين يعني كنت لسه 6 7 سنين طفلة. صغيره طفله يعني. وفجاه بتروحي الانديه خارجيه. بالظبط. الكره الطايره لقيتي نفسك فيها جوه مركز شباب، مين اول واحد مرنك؟ كابتن عصام زهران. كابتن عصام زهران، تقولي ايه النهارده؟ انا طبعا ده ليه فضل كبير جدا عليا ومستحيل اقدر انساه او انكره، وكابتن كان معانا كابتن سميح وكابتن حليم، هم الثلاثه بصراحه بيكملوا بعض، وفي نجوم كتير غيري في الكره الطايره طالعين من نفس المكان. هم طبعا سبب حاجات كتير جدا وسبب كل حاجه كويسه انا وصلت لها لحد دلوقتي. يعني دعاء غباشي من مركز الشباب بيبان الى النادي الاهلي ومراحل كبيره هنتكلم فيها، لكن اول يوم في النادي الاهلي استقبلتي دخولك النادي الاهلي ازاي؟ يعني اول حاجه انا معظم اللعيبه بيبقوا معايا، انا اصلا بلعب اندور وبيتش فولي الاثنين ما شاء الله. فكل اللعيبه اللي بلعب معاهم في الاهلي ما شاء الله فرقه الاهلي هي منتخب مصر. تمام. فما كانش عندي اي مشكله خالص، يعني كنت انا ولعيبه كمان بس اللي زياده عليهم من نادي الشمس. طب لو رجعنا ورا وانت 7 سنين كنت بتحلمي تخشي نادي الاهلي ولا ما كانش ده التارجت لسه بالنسبه لك؟ انا هقول لحضرتك انا المفروض امضي في الاهلي من ايام كابتن
ممدوح اسماعيل. ياي من بدري قوي. انا ليا استواره انضمام مع كابتن ممدوح. وهو يعني لما لقيت ان الموضوع كان صعب عليا وقتها وكنت طفله فما كنتش هقدر اجي القاهره لوحدي ما كنتش هعرف خالص، فقال لي الاستماره دي انا بمضيها بيني وبينك. نفع اوكي، ما نفعش خلاص. يعني مش عايز اقول من 8 سنين مثلا. طيب يعني تاريخك بيقول دلفي ثم انتاج حربي، ترجعي مره ثانيه اسكندريه عشان تلعبي في سبورتنج، ترجعي مره ثانيه لوادي دجله، نادي الشمس، الاهلي، ست انديه في اقل مثلا من 10 سنين او 12 15 سنه تقريبا. مظبوط كده؟ ايوه. قولي لي خبرتك. في سنتين انا بطلت فيهم فولي كمان. لا 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 لازم اعرف ليه اللي حصل. وانا من سن يعني سن 10 سنين 12 سنه انا قعدت في البيت. كان في كان في مشكله مع المدرب اللي بيودينا نادي دلفي، حصل مشكله مع يعني رئيسه نادي دلفي. فخلاص هو قرر ان اللعيبه هتقعد. كابتن عايد اسماعيل. بالظبط كابتن عايده. فهو قرر ان خلاص مش هيودي لعيبه هناك. هو يعني دلفي كان بياخد اللعيبه اللي هم في مركز الشباب بيلعبوا باسم نادي دلفي. فحصل مشاكل يعني وقتها، مفيش لعيبه هتروح هناك تاني وخلاص. فكان من سوء حظي ان هم بيسجلوني وانا مش بلعب كمان. يعني انا بالصدفه بقى البحثه ان انا ارجع الفولي تاني وخلاص، سبت الفولي ومش ما خلاص الموضوع خلص يعني. ففي منتخب المدارس فكنت بلعب باسم مدرستي. بعد كده في مدرب اللي كان بيمرن الانتاج الحربي كان موجود وقتها كويس، شافني. فكان في بنت بنوته معانا من عندي من البحيره بتروح النادي ده، فقال لها في لعيبه انا شفتها فممكن تجيبيها يعني. كنت صغيره 12 سنه. 12 سنه. كويس. فبعد كده بابايا طبعا كان رفض الموضوع، وانا كنت شاطره قوي وانا صغيره في المدرسه، كنت بطلع من الاوائل كمان. فهو كان خلاص يعني بتذاكري كويس قوي وكمان ما شاء الله في الرياضه. فهو كان كنت شاطره قوي، فهو كان خلاص بقى ركزي يعني في المدرسه وخلاص الرياضه خلاص يعني انت لعبتي وخلاص. هوقفك عند نقطه. النهارده بابا بعد ما شاف دعاء الغباشي كابتن كبير ونجمه كبيره وناس كتير بيتكلموا عليها في العالم مش في مصر بس، قال لك ايه؟ دراسه ولا رياضه؟ لا ده انا بابايا دلوقتي داخل على في انتخابات مجلس اداره، رئيس مجلس اداره مركز شباب بيبان. بابايا داخل يبقى رئيس. لا دلوقتي رئيس. هو قال لك بعد اكيد ربنا يوفقه، لكن حب الرياضه. ما حب الرياضه خلاص. عشان يعمل بقى حاجه يعني فيها. هو حب الرياضه بسبب دعاء. في اوقات كتير قوي يعني بابايا في الاول كان رافض ان انا اكمل. بس هو دلوقتي في اوقات كتير قوي انا ببقى زهقت من حاجات معينه بتحصل، ببقى انا عايزه يعني خلاص انا هقعد مش عايزه اكمل. لا انا بلاقيه هو لا هتكملي ومش بمزاجك، فبلاقيه هو اللي بدأ يقفش عليكي. بالظبط. ايوه والله بلاقيه هو اللي بيشجعني لا وما توقفيش. وقبل كده برضو يعني كنت بستشير بابايا في كل حاجه تخص يعني تخصني من الاول خالص. لا انا مش موافق، وطبعا يعني عندنا الموضوع مختلف شويه، ازاي بنوته تسافر لوحدها وتلعب في يعني في حته وتبقى قاعده في حته واهلها في حته. فالموضوع ده في الاول بقيت اعاني منه، بس دلوقتي لا خالص انتهى الموضوع بالنسبه لك وبالنسبه لاهلي خالص يعني. مفيش مشكله. ست انديه رحتيهم، بس اكيد لما دخلت نادي الاهلي الميزه مختلفه، الشكل تماماً. مختلف تماماً. ايه الفرق الكبير بين هنا وبين هنا؟ بصراحه كل الانديه اللي انا رحتها يعني في لعيبه بتبقى يعني المفروض تبقى مركزه في الفولي، هي جايه عشان تلعب فولي فهي مركزه في الفولي. معظم الانديه اللي انا رحتها لا، هي لعيبه مركزه في الاداره ومركزه في الفولي ومركزه في ان هي تبقى اداريه وان هي تبقى دكتوره. في النادي الاهلي لا، هي اللعيبه رايحه عشان تلعب فولي، في دكتوره موجوده، في اداري موجود، هو المسؤول عن كل حاجه. انا رايحه بالظبط مش يعني موظفه اروح اادي تمريني، ماليش دعوه باي حاجه تانية، كل واحد مسؤول عن الحاجه اللي بيعملها. فطبعا اداره محترمه جدا، ودي اكتر حاجه اكتر ميزه يعني عجبتني من ساعه ما دخلت نادي الاهلي. كل واحد مسؤول عن حاجه هو بيعملها، اللعيب لعيب بس ملوش في اي حاجه تانية. دي حاجه مهمه جدا، لكن اكيد دي بالنسبه للاداره وبالنسبه لشكل النادي الاهلي وميزات النادي الاهلي، لكن التنافس داخل ارض الملعب، داخل على فريق بطل افريقيا، بطل الدوري، بطل كاس، ما شاء الله، اللهم صل على النبي، داخله في وسط نجمات كبار، هتخش ازاي؟ هتعملي ايه؟ طموحك فين؟ رايح فين وجاي منين؟ وطبعا انا اكيد اكيد داخله فرقه عارفه ان الفرقه دي ما عندهاش حاجه اسمها غير المركز الاول، بس ما بيعترفوش باي مركز تاني غير الاول. فطبعا ده حمل تقيل عليا، المفروض اتمرن اكتر
ان شاء الله نظهر بمستوى كويس جدا ونعوض الاصابات اللي موجوده عندنا السن ده. بس دي حاجه المفروض حاجه صعبه عليا انا شويه، ان انا زي ما حضرتك قلت بلعب في نادي هو بطل افريقيا ومش يعني مش بيعترف باي حاجه تانية غير البطوله. مفيش جمهور مش بيعترف بالزبط. الجمهور كان يعرفك قبل ما تيجي، لكن لما جيتي اكيد ضغط السوشيال ميديا عليكي اتضغط بشكل مختلف عليكي، وقالوا لك كلام كتير، قالوا لك ايه؟ هو في الاول خالص انا بابايا زملكاوي. لا كده مش هينفع، ما انا هقول لحضرتك بس هو انتمائه دلوقتي للاهلي، ف الجمهور يزعل منك جدا. ومامتي اهلاويه. لا خلاص خليها مع ماما. انا مع مامتي دلوقتي. تمام. فهو في الاول خالص انا بابايا هو اللي شجعني ان اروح الاهلي. هايل. وكان نادي الزمالك عرض عليا قبل ما اروح نادي الاهلي، حصل مفاوضات، وبابايا هو اللي اصر ان انا اروح الاهلي. قال لك يعني انا خيرت بابايا بين ده وده، قال لي لا الاهلي. زي ما قلت لحضرتك قال لي نادي محترم ونادي بينافس واداره كويسه وهترتاحي فيه، وانت عايزه حاجه تزودك. ودي حقيقه، يعني انا وصلت للمرحله دلوقتي انا فعلا عملت كل حاجه، انا محتاجه بقى ابقى في فرقه هي بطل عشان نحقق انجازات مختلفه طبعاً. شويه. دعاء الغباشي شفتها وهي بتلعب في كره شاطئيه، بتلعب بروح وحماس منقطع النظير، ودي مواصفات لاعب النادي الاهلي. شايفه المرحله اللي جايه في النادي الاهلي شكلها ايه؟ يعني ان شاء الله باذن الله هنحقق الثلاث بطولات اللي احنا ندخلهم، دوري وكاس وافريقيا. احنا معانا مدربين على اعلى مستوى، معانا جهاز فني عامه على اعلى مستوى. مش هقبل ان شاء الله باقل من اللي كان الاهلي بيحققه. جمهور الاهلي حماس وروح عالي جدا، ودعاء الغباشي عندها، تقولي لهم ايه النهارده؟ انا لما كنت بلعب في انديه يعني في نادي الشمس في دجله كنت بشوف الجمهور ازاي بيجي يشجع، وفي جمهور بيتخانق عشان يدخل يتفرج على الماتش لمجرد ان هو يشجع الفرقه دي. كنت بتمنى في يوم من الايام ان انا يبقى عندي جمهور زي ده، يعني الناس جايه بتشجعني. فدلوقتي انا بقيت جزء من الكيان ده وبقيت جزء من الجمهور ده، فانا مبسوطه جدا، ودي حاجه بسطاني انا شخصيا ان انا في وسط كيان زي كيان نادي الاهلي. ده حاجه محترمه جدا. لكن دعاء الغباشي خرجت من الاندور ودخلت على البيتش فولي، راحت بشكل مختلف وحققت نجاحات كبيره جدا. دخلت البيتش فولي ليه؟ هو مش ليه، هو انا دخلته صدفه. كان المدرب المدير الفني كان كابتن احمد عبد الله وقتها في 2014، عنده فرقه كان لميس وفرح، هم دول بس اللي بيلعبوا بيتش فولي. فكان عندنا بطوله افريقيا، فهو بقى بيجي الدوري بيشوف الناس اللي ينفع يعني تلعب بيتش فولي مع الاندور. ليها مقاومات خاصه وليها حاجات معينه اللي ينفع يلعب اللعبتين يعني. فانا كنت من الناس اللي تم اختيارهم، وانا طبعا اول مره اروح قبل البطوله، كان وقتها قبل البطوله ب 10 ايام. 10 ايام اول بطوله لعبتيها في حياتك فولي بول؟ بيتش فولي 2014. 2000 كانت فين؟ في تونس. قبلها ب 10 ايام رحت لعبت بيتش فولي؟ لا، هو انا قبلها ب 10 ايام انا اتفاجئت ان انا من ضمن الناس اللي مسافره. مسافره؟ اتفاجئت. مش اتمرنت يعني؟ اتمرنت؟ لا انا سافرت على طول. سافرتي على طول؟ وقتها انا جيت كان عندي وقتها ماتشات مع الجامعه في المنصوره. سافرت قلت له كابتن انا خلاص يعني انا جايه اتمرن ويتفرج عليا عشان البطولات اللي بعد كده، كان وقتها اللي بعدها على طول تصفيات اولمبياد. فانا المفروض هتمرن لتصفيات الاولمبياد. فمشيت قبل السفر بثلاث ايام، لقيت المدرب بيكلمني، اخذنا اجازه الثلاث والمفروض هنرجع الاربع. فلقيت المدرب بيكلمني انت ما جيتيش ليوم الاربع. قلت له عشان انا يعني عندي ماتشات مع الجامعه. قال لي ماتشات ايه، انت مسافره معانا بعد بكره. فالموضوع كان بالنسبه لي صعب جدا طبعا. حطيت في لعبه اول مره في حياتي العبها، بس الحمد لله من اول بطوله. روحك عاليه جدا وبتعملي شكل مختلف في البيتش فولي. من اول بطوله يعني الناس ما كانتش متخيله ان انا دي اول بطوله العبها. وبعدها على طول كانت اكبر مفاجاه واكتر حاجه وصلت لها في حياتي طبعا ان احنا نصعد اولمبيكس. سريعه من البيتش فولي رحت اولمبياد، بس في الاولمبياد حصلت شويه مشكله كبيره. مشكله ان انت محجبه، كانت مشكله هناك ان انت محجبه. احكي لي ايه اللي حصل قبل ما تسافري، او الكلام ده حصل هناك، او ايه بالظبط؟ اول حاجه خالص انا اللعبه دي كنت داخله وعارفه ان اللعبه دي مش بتاعت محجبات. هي بصراحه مش بتاعت محجبات، بتكلم بصراحه. بالظبط.
وبرده حاجة تانية أنا ما كنتش أعرف إن إحنا ممكن نوصل فيها بسهولة كده لدرجة إن إحنا نمثل مصر في محفل أكبر محفل رياضي زي الأولمبياد. طبعاً دي حاجة ممتعة جداً. بالظبط. فأنا أول ما دخلت خالص يعني سألت وطلع عادي إن مفيش مشكلة إن لعيبة محجبة تلعب. بس ده كان بعد موافقة من رئيس الاتحاد الإفريقي دكتور عمرو علواني ونائب رئيس الاتحاد الدولي. كويس. هو جاب لنا موافقة لمصر. طبعا حتى لو ينفع احنا عاداتنا وتقاليدنا مش هيسمحوا لنا ان احنا نلبس اللبس بتاع البيتش بولي. مظبوط. فهو جاب لنا موافقه من الاتحاد الدولي وبعت لنا مواصفات لبس معين ينفع نلبسها. واول مفاجاه ظهرت فيها كان ماتش المانيا. لما ظهرتي بقيت حديث العالم، كل الناس بقت الصور الدعاء الغباشي متواجده تقريبا في العالم كله ان دي محجبه وتلعب بيتش فولي، دي اول مره في تاريخ العالم. ايوه. شفتي الموضوع ازاي اثر عليكي ازاي الموضوع ده؟ انا اول ما خرجت من الماتش لقيت ناس كتير قوي بتكلمني من مصر وما ترديش على اي حاجه على السوشيال ميديا. انا ما اعرفش، ما كنتش فتحت فيسبوك ولا اي حاجه. انا بالظبط خلصت الماتش لقيت موبايلي بيرن من اتصالات من مصر. ما ترديش على اي حاجه على السوشيال ميديا. انا يعني ما فتحتش، ما شفتش اصلا. ايوه ليه ما ردش يعني؟ ايه المشكله؟ لا في يعني هو بصراحه التعليق اللي اتكتب على الصحيفه الالمانيه ان رغم اختلاف الثقافات الا ان الحاجه الوحيده اللي بتجمع بين الثقافات دي هي الرياضه. فدي ده كان تعليق بسطني انا شخصيا. ما فيهاش مشكله اعتقد. في ناس بقى من هنا من مصر ازاي احنا نلعب كده شكلنا وحش قدام الناس اللي بتلعب بكده؟ يعني العب انت. بالظبط. احنا اول مره كان اول مره نصعد لاولمبي، اول عربيين، اول اتنين عرب من مصر، انا وندى معوض. كويس. فالموضوع كان خضه بالنسبه لي ان انا واول مره العب في مكان فيه 10,000 متفرج، وال 10,000 متفرج بيشجعوا مصر، احنا بنخسر والناس بتشجعنا. عادي خالص. والله احنا بجد بنخسر والناس بتشجعنا، وبعد ما خسرنا الماتش الناس كلها قعدت تشجعنا وقامت وسقفت لنا. هم بيحترموا لعبنا وبيحترموا ثقافتنا، بس احنا كمصريين في ناس يعني من جوانا دايما. بالظبط. دايما يعني لازم انت عارفه لازم يبقى لازم بيدي مش نقد يعني، يدوا كلمتين حلوين برضه، كل واحد برضه عمال يتكلم كلام ومش مشكله، بس هنسمع الكلام ده. لكن خليني اسالك السؤال المهم بينهم. بتحبي تلعبي في الاندور ولا تحبي تلعبي بيتش فولي بصراحه؟ بيتش فولي. ليه؟ بحسها لعبه فرديه شويه. بطلع فيها، هي مش محتاجه عافيه خالص ولا محتاجه قوه، هي محتاجه تفكير ومحتاجه سنس ومحتاجه دماغ. بس هي مش محتاجه قوه خالص، يعني مش مطلوب مني ان انا ابقى قويه قد ما مطلوب مني ان انا ابقى فوت ورك بتاعي عالي، فتنس بتاعي عالي. فهي لعبه فرديه اكتر من ان هي جماعيه. وبصراحه المكسب فيها اسهل بكتير قوي من الاندورز عالميا، مش بس عالميا. طب هقول لك حاجه، هو نفس الملعب نفس المقاس؟ لا يعني اقل متر طول وعرض. يعني قدامنا اهي، قدامنا انت وفريده عسقلاني، اعتقد دي تصفيات افريقيه مظبوط؟ العاب الافريقيه. العاب دوره العاب الافريقيه برضو كسبتوا اول. اخذنا اول كل الماتشات 2-0. كل الماتشات 2-0، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا دي حاجه جميله. لكن قولي لي النهارده وانت بتلعبي جنب خمس لاعبات غير ما بتلعبي انت ولاعيبه، الملعب انا شايف الملعب كبير. ازاي بتوفقوا ده؟ يعني ازاي بتتمرني اندور وفي نفس الوقت كمان تتمرني اكيد ليها تدريبات خاصه البيتش فولي؟ ما هو احنا بنتمرن بيتش فولي في الفتره اللي احنا مش بنتمرن فيها اندور عشان طبعا الاصابات ما تحصلش، ما ينفعش نلعب اللعبتين مع بعض. فاحنا بيبقى في الاوف سيزون الفتره اللي احنا بنبقى موقفين فيها اندور بنلعب فيها بيتش فولي. فهي اللعبه اول حاجه خالص محتاجاها كوميونيكيشن بيني وبين فريده. دي أول نقطة. دي أول نقطة في اللعبة. دايماً بيتشاوروا من ورا ظهركوا أرقام معينة. نفسي أسألك السؤال، يعني إيه الأرقام دي؟ وهل ده خطة في الملعب ولا إيه بالظبط؟ ولا بتروح يمين أو شمال؟ يعني الوضع شكله إزاي؟ هو في يعني بشاور لها بإيديا الاثنين، إيد بتشاور على البنت اللي هتلعبي عليها وماسكة زاوية أو لاين. واحد دي لاين، زاوية اثنين. على طول. فأنا بشاور لها من ورا هي هتقفل إيه في البلوك. وأنا هقفل العكس اللي هي المكان اللي هي هتقفل، يعني هي مثلا هتقفل لاين هقفل أنا زاوية. بيقولوا لي في الإيربيس ده كده دي أسرار اللعب وكده هنتكشف وكده. لا 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 دي عند اللعب. لا دي كل العالم عادي. لا دي كل العالم بيعمل كده. قولي لي استعدادنا إيه للموسم الجديد؟ احنا دلوقتي هنبدا ان شاء الله اول ماتش مع سبورتنج خلاص الجمعه الجايه. يعني بعد بكره ان شاء الله. بس احنا مستعدين واحنا واثقين في الجهاز الفني اللي معانا، وانا واثقه في زملائي كلهم. اول ماتش دعاء الغباشي داخل صاله النادي الاهلي ولا خارج؟ داخل. داخل. شايفاه ازاي وانت جايه كده يوم الجمعه وهتلعبي ماتش؟ فرقتي القديمه.
يعني ان شاء الله اكيد نتمنى لكم التوفيق، لكن شايفه المنافسه ازاي السنه دي في دوري كوره؟ انا شايفه ان الدوري السنه دي مش سهل خالص زي كل سنه. الفرق كلها بتدعم، والفرق كلها جابت محترفين، يعني سبورتنج جاب محترفه كويسه، والزمالك جايب 2 محترفين، واحنا الحمد لله يعني احنا كفرقه برضو يعني في فرق معينه حتى لو جبت لها 30 محترفه بس هم مش تيم ورك مع بعض، هم كل لعيبه كويسه لوحدها. بس الحمد لله في يعني فرقه الاهلي حتى وانا بلعب قدامهم انا شايفه ان هم فرقه كلهم بيكملوا بعض. فلازم يعني نشتغل على الحته دي، والحته دي هي اللي بتخلينا دايما ناخد بطولات كتير يعني. طيب احنا قدامنا جدول الطايره السنه دي باذن الله، فريق مباراه سيدات طايره الاهلي في الدور الاول، البدايه هنبدا مع سبورتنج في صاله الاهلي، والتاني مع الطيران والشمس شايفه، والرابع سموحه. المنافسه في اول 4 ماتشات قويه جدا، دي غير كل سنه. كل يعني سنه اعتقد الانديه لا خاف اللي هتيجي بعد شويه، لكن اول 4 ماتشات كده المنافسه فيهم قويه جدا. طبعا يعني كان كل سنه الاهلي بيبتدي ماتشات خفيفه بعد كده بتتقل مع نهايه السيزون. المره دي هو الدوري مش سهل، واول ماتشات اصعب ماتشات. فلازم نبقى مركزين قوي من الاول. شخصيتك اختلفت بعد ما دخلت النادي الاهلي 3 شهور داخل النادي الاهلي، مظبوط؟ طبعا. شخصيتك اختلفت ولا ايه بالظبط اللي حصل؟ اكيد الكلام كثيرا حواليكي، واكيد كل الناس مستنيه دعاء الغباشي جوه النادي الاهلي. طبعا اكيد شخصيتي اختلفت تماما، بقى عندي حلم عايزه احققه، بقى عندي هدف ان انا فعلا جايه يعني ابقى اضافه للنادي الاهلي، وجايه احقق معاه بطولات. ده يعني برضو يعني الموضوع بالنسبه لي انا تحدي شويه، ان انا لازم اثبت وجودي في النادي الاهلي في وسط النجوم الكبار الموجودين، لازم يبقى ليا دور في الفرقه، لازم يبقى هو فعلا كابتن حمدي لما جابني الفرقه كان على حق ان هو يجيبني. قال لك ايه كابتن حمدي وانت جاي الفرقه؟ مين جابك النادي الاهلي؟ كابتن حمدي. كابتن حمدي الصافي اتكلم معاكي بقى، قال لك ايه وانت داخل النادي الاهلي بصراحه؟ هو قال لي ان يعني المفروض ان انا كنت برضو كابتن حمدي كلمني من سنتين قبل ما يكلمني، بس هو حصل شويه اختلافات كده، فيعني دجله كان عايز يوديني حته معينه فهم فضلوا ورايا، ويعني لحد ما ودوني الحته اللي هم عايزين يودوني فيها، يعني هم عايزين يبيعوني في الحته اللي هم عايزينها. خلينا بلاش كده، في الاخر ربنا كرمك ودخلتي النادي الاهلي، لعيبه كبيره داخل النادي الاهلي، لكن كل اللعيبه في الوقت اللي احنا فيه بيفكر في الاحتراف الخارجي. دعاء الغباشي بتفكر في الاحتراف؟ انا دلوقتي بفكر ان انا ابقى من ضمن 6 في النادي الاهلي. ضمن 6 في النادي الاهلي، وفكره الاحتراف يعني احقق حاجه يعني انا كان نفسي ان انا العب في النادي الاهلي، دلوقتي بقيت بلعب في النادي الاهلي، ويعني لسه قدامي اهداف كتير قوي عايزه احققها مع الفرقه، بعد كده ممكن افكر. هقول لك سؤال غريب شويه، يعني مين مسك الاعلى في الفولي بول؟ كابتن توتو. اشمعنى تاني توتو؟ عشان دي احسن لعيبه في افريقيا، واحسن من احسن لعيبه في العالم. مرنتي كابتن تاني؟ واجه التعامل مع نجمه كبيره زي تاني توتو؟ هي كانت اخت ليا قبل ما تبقى مدربتي. يعني انا في الشمس حتى لما مشيت كانت هي المدربه بتاعتي، وانا كلمتها قبل ما امشي قلت لها وانت جايه من وادي دجله للاهلي برضو؟ اكيد من الشمس. من الشمس لوادي دجله. هي بتمرني في الشمس، يعني انا سبت الشمس وجيت الاهلي. تمام. فكلمتها على الصعيد الشخصي، قلت لها اكيد انت عايزه مصلحتي، وعايزه يعني اكيد انت شايفه مصلحتي مستقبلي، فخلي يعني ان انا سبت الشمس على حاجه على جنب، احنا علاقتنا ببعض زي ما هي. قالت لي لا طبعا، وانت لو في اي وقت احتجتي اي حاجه، احتجتي استشاره في اي حاجه، انا ما عنديش مشكله خالص، وربنا يوفقك ان شاء الله وشد حيلك، وكانت بتشجعني يعني. دعاء الغباشي بتشتغل ولا محترفه رياضه؟ محترفه دلوقتي رياضه. مش ناويه تشتغلي؟ والله وانا رحت اشتغلت وقدمت استقالتي تاني يوم. ليه كده؟ يعني رحت يوم ورجعتي على طول؟ لا الشغل كان هيبقى صعب قوي مع الفولي، وانا زي ما قلت لحضرتك انا داخله مكان جديد، لازم ابقى متفرغه في الاول تماما لحد ما اثبت نفسي، بعد كده الشغل مرحله هتيجي بعد كده. يعني هو الفولي دلوقتي كل حاجه في حياتي مراحل. فانا مرحلتي دلوقتي ان انا عندي تحدي جديد في النادي الاهلي، الشغل بقى بعد كده مرحله اللي جايه ان شاء الله. طموح دعاء الغباشي وقف عند النادي الاهلي ولا لسه عندنا طموح مختلف؟ هو ده اعلى حاجه في أعلى مصر. اعلى حاجه في مصر، لكن مش بره مصر. لا يعني هو في افريقيا. في افريقيا في اعلى حاجه في مصر وافريقيا بالنسبه لي طبعا. طموح دعاء الغباشي هيقف فين؟ هيروح لفين؟ يعني مش هيقف برضه، ما هو ممكن يقف. انا حلم حياتي ان انا ان شاء الله العب طوكيو 2020 مع فريق بيتش فولي ولا
والله يعني هو صعب شويه موضوع الاندور ان احنا نتاهل فيه، بس يعني محتاجين دعم كتير ومحتاجين تمرين كتير قوي. الفرق اللي احنا هنلعبها مش سهله، فرق هي محترفه في فرنسا طول السنه بتيجي تلعب مع المنتخب بتاعها. فاحنا برضو الدوري عندنا مش قوي زي البلاد التانيه، فمعظم اللعيبه اللي هم الكويسين بيلعبوا اساسي بيلعبوا في فرنسا، فدوري فرنسا طبعا دوري قوي جدا فبييجوا كويسين قوي. فالبيتش فولي اسهل كتير قوي ان احنا نتاهل من الاندور ان شاء الله باذن الله تتاهلي، لان فعلا ما شاء الله عليك انت وفريده. لكن عايزك تقولي كلمه فريده، لسه مخطوبه هي صح؟ اه عايزك تقولي كلمه فريده، دي زميله الملعب بقى، بصي للكاميرا وقولي لها يا انا فريده عامه انا بحبها جدا، ومن اكتر الناس فعلا اللي ارتحت معاها في الملعب، ومن اكتر الناس الجدعه والكويسه قوي وما عندهاش خبص خالص. اللي في لسانها بتقوله لو انا كويسه هتقولي انت كنت كويسه النهارده، لو انا مش كويسه هتقولي انت محتاجه تظبطي حاجات. بجد شكرا لكابتن احمد العسقلاني وشكرا لطنط فاطمه ان هم ربوا فريده. بجد انا بقول لها برضو الف مبروك يا ابو ليون يا كابتن فريده، يا ربنا يوفقك باذن الله باذن الله، بنبارك لك على خطوبتك وان شاء الله باذن الله يعني نتمنى لك حياه سعيده باذن الله مع شريك حياتك. لكن كلمه اخيره قبل ما نختم يا كابتن دعاء للاسره الكريمه. طبعا بابايا ومامتي واخواتي هم سر نجاح انا بوصل له، ودايما هم اكتر ناس بيشجعوني بيساندوني، واكتر ناس وقفوا جنبي في الاوقات اللي انا كنت بقع فيها، كان هم اكتر ناس بصراحه بيشجعوني بيقوموني. يعني تقولي لهم ايه بالظبط؟ اقول لبابايا خلاص بقيتي نجمه وكبيره وكل مصر بتتفرج عليكي. اقول لبابايا بجد شكرا انك اديتني فرصه ابقى يعني شخصيه رياضيه ناجحه، ودلوقتي موجوده في احسن نادي في افريقيا واحسن نادي في مصر نادي الاهلي. واقول لمامتي شكرا دايما على دعواتك، انا من غيرها فعلا مش هوصل لاي حاجه. من غير الدعوات بص مش بنمشي كلنا، من الاخر كلنا ماشيين بزق الدعوات. مامتي بصراحه يعني مش معايا، مع صحابي كمان، في ناس من صحابي يكلموني يقولي خلي مامتك تدعي لنا. خليها تدعي لنا، انا كتير جربت الكلام ده بصراحه. تقولي لي اخواتك في حد بيلعب فولي ولا لا؟ في صغيره بتلعب فولي. بتلعب فولي فين بقى؟ في دلفي. في دلفي وهتمشي نفس السكه؟ لا بس يعني ان شاء الله يعني يكون مستقبلها احسن مني باذن الله. هي شاطره، هي صغيره ومن صغرها هي اشطر مني كمان. اسمها ايه؟ حبيبه. عندك حبيب وعندك اخوات مين تاني؟ شاهد. احنا خمس بنات وولد ما شاء الله. ما شاء الله. عندي اختي وعندها بنوته زي القمر ليليان. فولي برضو ان شاء الله انا هلعبها فولي. بابا مش بيحب الفولي بس انا هلعبها فولي غصب عن بابا. فولي يا يعني. كابتن دعاء فولي لازم. مفيش خالص. وعندي الاء وعندي شهد وعندي حبيبه واحمد بقى الولد اللي جه في الاخر بقى بعد الصبر بقى. بنقول لك نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله باذن الله بروحك الجميله ودمك الخفيف اللي احنا شايفينه وكل الجمهور شافه نتمنى لك باذن الله يعني مواسم موفقه مع النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله. فعلا النهارده كابتن دعاء الغباشي نورتنا، فعلا طلتها معانا كلام جميل، عندها روح وحماس متواجد فيها وهي داخله النادي الاهلي اللي هو نادي الروح والحماس. نتمنى التوفيق ليها ونتمنى التوفيق لفرقه الفولي. لكن قبل ما اختم بقول لجمهور النادي الاهلي ما تمشوش من على شاشه قناه الاهلي، لان في حوار مهم على طول مع كابتن عبد الحميد حسن في وجود ضيفه الكبير وضيفنا الكبير كابتن احمد ناجي. انتظرونا على قناه الاهلي ان شاء الله هتلاقوا حاجات كتيره متواجده معانا في اخر الحلقه. بشكركم والى اللقاء.